السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة تخطي حساب جوجل للهاتف سامسونج جالاكسي جي 6 بلس اندرويد 9 بعد اختيار اللغة وتسجيل شبكة الواي فاي. الطريقة ديت هنحتاج فيها شريحة اتصال ونقفلها برقم سري. علشان تسجل الشريحة برقم سري هندخل على الإعدادات وبعدين الحماية والخصوصية، وندخل على المزيد من الإعدادات، وبعدين ندخل على تعيين قفل بطاقة الـ SIM. بنفعل خيار قفل بطاقة الـ SIM، بنكتب كلمة سر أو كلمة مرور بسيطة علشان هنستخدمها في الفيديو إن شاء الله. بعد قفل الشريحة برقم سري هنحطها في الجهاز المقفول. في الإصدارات اللي قبل كده كنا أول ما ندخل الشريحة ونحط الرقم السري ونقفل الشاشة بزر الباور بيظهر لنا رمز القفل في نص الشاشة وبنقدر نتخطى حساب جوجل من خلاله. إنما في التحديث ده هنحط الشريحة ونحاول ننزل الستارة أو درج الأيقونات زي ما انتوا شايفين في الفيديو. هنكتب كلمة السر وهنحاول نضغط على كلمة ضبط الإشعارات. أنا هعدل التليفون دلوقتي، نضغط على ضبط الإشعارات بسرعة وبعدين أوكي. بيفتح لنا الصفحة دي. طيب أنا أعمل إيه لو مفتحش الصفحة دي؟ هتجرب تاني بس يا ريت تركز وتعملها بسرعة. بعد ما تفتح الصفحة دي هنختار عرض الكل. أعلى من الشاشة بنلاقي كلمة الأحدث بنضغط عليها وبعدين بنختار الكل. بتفتح لنا صفحة التطبيقات، بننزل تحت خالص وبنخش على اليوتيوب. بننزل تحت شوية وبنختار ضبط الإشعارات داخل التطبيق. بنضغط على لمحة وبعدين بندخل متى اليوتيوب، القبول والمتابعة، التالي، لا شكرا. بيفتح لنا المتصفح، بنشيل رابط المتصفح فوق وبنكتب بداله VN ROM وبنضغط بحث. بندخل على أول نتيجة بحث. بتفتح لنا الصفحة اللي فيها التطبيقات ومن خلالها إن شاء الله هنقدر نتخطى حساب جوجل. بننزل تطبيق أندرويد 5. ده إعلان، لو ظهر هنرجع خطوة بالخلف وبعدين نضغط على تطبيق اندرويد 5 تاني. المتابعة، سماح، موافق، فتح. الاعدادات، بنفعل خيار السماح من هذا المصدر وبنرجع خطوة، بنضغط التالي، تثبيت. تم. وبعدين بننزل تطبيق FRB، موافق، فتح، تثبيت، فتح. أعلى يسار الشاشة بنلاقي 3 نقط بنضغط عليهم وبنختار تسجيل الدخول من المتصفح وبنضغط موافق. بيدخلنا للصفحة اللي قدامنا ديت. الصفحة ديت المفروض هنسجل بيها حساب جوجل، أي حساب جوجل عندك. لو ما عندكش حساب جوجل تقدر تعمل حساب جوجل على جهاز تاني وتسجل بيه دخول على الصفحة دي. بعد تسجيل الدخول بحساب جوجل هيرجعنا تاني لصفحة التطبيقات. بنعمل إعادة تشغيل للجهاز. بعد إعادة التشغيل بنضغط بدء. بنحدد لقد قرأت كل ما ورد ونضغط التالي. بنحدد تخطي هذا الأمر ونضغط التالي. التالي. إشعار من الجهاز تم إضافة الحساب بنجاح. بنضغط التالي. عدم الاستعادة.
ليس الآن، تخطي على أي حال، قبول، بننزل تحت شوية وبنضغط موافق، التالي، تخطي، تخطي، إنهاء. تم تخطي حساب جوجل بنجاح. يفضل عمل إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات علشان خاطر الملفات اللي احنا نزلناها من على الإنترنت من شوية. إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات مش بيطلب منك الجهاز حساب جوجل. بنخش على الضبط، وبعدين بندخل على الإدارة العامة، إعادة الضبط، إعادة تعيين بيانات المصنع، إعادة الضبط، مسح الكل، الجهاز بيعمل إعادة تشغيل، بعد إعادة تشغيل الجهاز بتختار اللغة وتضغط بدء، بتحدد لقاءات قرأت كل ما ورد وتضغط التالي، بتحدد تخطي هذا الأمر وبتضغط التالي، تخطي، قبول، ليس الآن، تخطي على أي حال، التالي، تخطي، تخطي، إنهاء. بكده يكون الفيديو انتهى. يارب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار، أي مشكلة، طرق التواصل أسفل الفيديو.